السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخوان المهندسين والمهندسات. النهارده لقائنا في فيديو رقم 149 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، وهو يعتبر خاص بفواصل التمدد Expansion Joint في الحوائط الخرسانية. طبعا يمكن احنا كنا في ما كنا اتكلمنا عن الرصف الصلب او الريجيد بيفمنت او الكونكريت بيفمنت، كنا ذكرنا الفواصل المختلفة للانكماش والتمدد والطولية والكونستراكشن جوينت، وقلنا ان فواصل التمدد نفسها علشان تسمح للبلاطة يعني بالتمدد بدون ما تأثر على البلاطة التانية، وبتقسطها على يعني في عندك اشياء متقسطة على مسافات معينة. وهنا اتكلم ان مثلا الجزء ده كان من الكود المصري، ويجب انه يطلى نصف الوتد المستخدم في فواصل التمدد بالبتومين او اي نوع من انواع الشحوم لمنع التماسك بينهم وبين الخرسانة حتى يسمح له بالاتزان للدخول والخروج من البلاطة الخرسانة. وتوضع الاوتاد في ماسورة او اي تركيب اخر يسمح بحركة الاوتاد داخلها نتيجة التمدد الافقي للبلاطة. وكنا برضك اتكلمنا عن النقطة دي قبل كده، وزي ما انت شايف دي كانت تفصيلة في expansion joint. ده جزء اللي بيتعمل في البلاطة الجديدة، والبلاطة يعني ايا كان يعني البلاطة القديمة والبلاطة الجديدة مش هتفرق، ولكن جزء بيبقى فيه احد البلاطات زي ما انت شايف بيبقى coat with bond breaker، او انه بيكون فيه سليف حوالين السيخ زي ما انت شايف هنا. يمكن طبعا اتكلمنا بالتفصيل قبل كده في الموضوع ده. زي ما انت شايف ده اسياخ حديد، في جزء البيفنج اللي تم انقلص ده الحديد او سيخ الحديد نفسه كان مدفون جوه الخرسانه، والجزء ده عملنا عليه سليف بلاستيك زي ما انت شايف كده. الجزء اللي عندنا النهارده انه عندنا جزء من تقدر تقول عباره خرسانية او بوكس كالفرد، وفي فواصل تمدد بين حوائط البربخ اللي موجود. طبعا البرابخ نفسها يمكن اغلبها في المملكة السعودية بتكون غالبا في مسارات الامطار، وبحيث ان هي تسمح بمرور المية من تحتها او ايا كان يعني في مسارات الاودية او ايا كان المكان اللي ممكن تكون موجودة فيه. فزي ما انت شايف هنا ده يعني كانت العبارة طويلة شوية، تمام؟ فتم الانتهاء من حديد الحوائط، وزي ما انت شايف الجزء اللي يعني باكية وباكية، فباكية بيحط فيها سليف بلاستيك كده زي ما انت شايف، والحديد التسليح او الجزء الباقي النص التاني في الباكية التانية بيكون مدفون جوه الخرسانة. زي ما انت شايف هنا يمكن برضو كان تم الانتهاء من صب الباكية، وزي ما انت شايف خلاص بدأ يحط الفيلر بورد او البروتكشن بورد اللي موجود فيلر بورد بحيث ان هو يفصل او يعمل فاصل تمدد بين الباكيتين، واسياخ الحديد التسليح زي ما انت شايف في الصورة. ده شكل تاني للسليف زي ما بقولك بيكون متثبت وبيتدخل جواه سيخ حديد التسليح. ده مشروع تاني في احد المشاريع في المملكة السعودية. زي ما انت شايف كان عندنا حائط طويل كده، وايا كان السبب يعني اللي لجأنا بسببه لموضوع فاصل التمدد كان يعني يمكن هنا في الجزء ده كان فيه يعني اساسات تقيلة شوية عن الجزء ده، فلجأ يعني ان هو يعمل فاصل التمدد او ايا كان السبب. زي ما بقول لك ده شكل فاصل التمدد الرأسي هنا، وزي ما انت شايف هنا ديت قضبان حديد جلفانايز بلين ملساء وموزعها على ارتفاع الحائط زي ما انت شايف بالشكل ده، 1 2 3 4 5 موزعها على، بيكون طبعا تقسيط معين على حسب اللي معتمد عندك في الرسومات. ده زي ما انت شايف هنا انه قضيب املس ومن حديد مجلفن، ولكن هنا زي ما انت شايف هنا في المشروع ده استخدم زي مادة شحم كده بحيث ان زي ما قلنا ان هي تسمح شوية بالحركة بالنسبة لحديد او قضيب الحديد اللي موجود هنا. ده زي ما انت شايف الشحم حتى ظاهر بعد الفيلر بورد اللي موجود. زي ما انت شايف هنا يمكن كان
جزء متبقي على الدول اللي موجودة، ولكن طبعا الجزء ده بالنسبة للخرسانة الجديدة ده المفروض ان هو يتنظف قبل ما يصب عليه الخرسانة، ولكن الجزء ده زي ما انت شايف بيكون بيحطوا يعني بتحط عليه الجريس او الشحم وانت بتدخله داخل الجزء القديم اللي موجود، او انه في حتى في تجويفة بتعمله جوه. اتمنى كده تكون وضحت الفكرة انه ممكن ان انت بالنسبة للقضبان الملساء اللي ممكن تستخدم كفاصل تمدد بين باكيات وبعضها، خاصة مثلا في الحوائط الخرسانية، اما ان انت تعمل سليف بلاستيك وتحط جواه حديد او قضيب للتسليح اللي موجود عندك، او ان انت تحط مادة شحمية زي ما انت شايف في الصورة ديت، وبرضك بتقوم بنفس وظيفة السليف في فاصل التمدد. ان شاء الله يعني لو في صور اخرى توفرت لاحقا ان شاء الله لاشكال تانية او صور تانية مختلفة للقضبان اللي ممكن بتتم وضعها في فواصل التمدد ندرجها لاحقا ان شاء الله. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.